بقالة بتذهب، نذهب للبقالة والبقالة دي بتبيع بالتقسيط، بنطلب منها السلعة والأخ الموجود في البقالة أو في المحل بيجيب لنا السلعة، ماشي جميل. لكن إذا كان يعني الرجل مثلا عنده هذه السلع اللي الزبون بيشتريها لكن هي غير متوفرة عنده في المحل، فبيذهب ويشتريها له ويبيعها بعد ذلك لهذا الزبون بالتقسيط أو نقدا، لا حرج في ذلك، فيش مشكلة أبدا، فيش مشكلة. طبعا مولانا السلعة دي مش موجودة عنده خالص، راجل شغال فتح بقالة وأنا طلبت منه تلاجة، هو ما بيبيعش التلاجات، ينفع بس بشرط أن يذهب هذا الرجل ليشتري التلاجة لنفسه ولتصبح الثلاجة ملكا له، بحيث لو ذهب إليه هذا الذي طلب منه الثلاجة وقال أعتذر أنا مش عاوزها، يقول له خلاص لا حرج عليك، لا يلزمه، تصبح ملكا له. في هذه الحالة يبيع، لكن يبيع ما لا يملك لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا تملك، قال لا تبع ما لا تملك. إنما صارت التلاجة ملكي، تيجي تاخدها غيرك ياخدها مش مشكلة، على رأسي من فوق فيش مشكلة، أما تبيع ما لا تملك فهذا لا يجوز. وأرجو أن يحذر إخواني وأخواتي من هذه الصورة، من صور البيع الربوي المحرم، وهي كثيرة الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب أكتفي بالسؤال.